احمد، كنت متوقع بعد البدايه مش موفقه، بس على فكره انتوا كل سنه تبقوا بداياتكم كده، مش عارف ليه بالظبط. يعني. السنه اللي فاتت برضو كنتوا بدوري وكاس برضو مش موفقين خالص. كان يعتبر السنه اللي قبلها كانت اسوأ يعني، يعتبر البدايات فاكر كانت مره اسوأ. سيف زاهر كان طالع معاه كابتن علاء عزت، وعلاء عزت و وعمرو الدردير طبعا، فعلى عايز قال له انت بتهزر ولا ايه، ده الاهلي يكسب الزمالك 3-0 اي وقت وفي اي مكان، انت ما بتعرفش التاريخ ده، احنا لو خدوا منا شوط كاننا اتغلبنا وبتاع. ومن ساعتها بسم الله ما شاء الله كان. انا فاكر ثالث يوم. هل فعلا فرقه الاهلي كده؟ كان انا اعتقد فرقه الاهلي قعدت 5 6 سنين مسيطره على البطولات كلها، هو فريق الاهلي يعتبر واخد، يعتبر ثلاث ارباع لعيبه المنتخب، ثلاث ارباعها واي طبعا موهبه شابه بتبقى صغيره زي طبعا. عصران مثلا. بالظبط، عصران وعزب ولا الحسيني، لا من الاهلي، فاي موهبه شابه تلاقيها في الاهلي على طول على طول، على طول. فهم عكس احنا الزمالك ما خدناش لعيبه وما اشتريناش لعيبه، لا لا خالص وده طبعا بياتي برضو وفره المال بالظبط. والميزانيه كنت لسه اقول لك الاستقرار اللي هناك بيخلي اللاعب الناشئ هو بيفكر يعني على عقود طول ان هو اللعيبه يروح هناك. تعتبر الاعلى في الاهلي. اكيد يعني انتوا تاني عقود مثلا بعد هو الاهلي. طبعا يعني العقود بتبقى يعني مش معروفة شوية، بس هي بنسبة بس كبيرة بتبقى معروف كده. اكيد يعني. بالظبط. وبالنسبة بقى ان احنا يعني كنا متفائلين السنة دي ولا لأ، من اول الموسم بصراحة. طبعا بصراحة يعني من اولها كان في يعني كلنا طبعا كنا متفائلين عشان كان معانا 2 محترفين في الاول والاستقرار، وابتدينا بالظبط. في شهر 6 من بدري، فكان عندنا يعني طموح ما اقولكش ان احنا داخلين البطولات كلها 5 بطولات هناخدها تمام. فبعد ما بدات المشاكل تحصل عندنا اللي هي الحجز اللي كان على النادي وما بقاش في فلوس، والمستحقات بالظبط انتوا بتاعت قعدتوا قد ايه ما تاخدوش فلوس؟ المحترفين، داخلين في 7 او 8 سبع سبعة شهور سبعة سبعة بالظبط. ما فيش حاجه اتصرفت قريبه او حاجه ولا لسه ممكن جزء لا يعني، ممكن يعني مثلا احنا خدنا حاجه قبل بسيطه الدوري يعني شهر 1 شهر مثلا من 7 شهور بالظبط. بس ان شاء الله متشاري. على فكره يعني عشان اكون حقاني يعني، مستشار مرتضى كريم جدا، بس هي مشكله في الحجز على الاموال دي، تبقى مشكله كبيره جدا الحجز على الاموال. لكن اعتقد هو زي ما قولا انت حضرتك واحدا قلت، انت هو لازم، احنا كده كده ان شاء الله يعني الفلوس كلها اللعيبه مع الفلوس ده ومضمونة كلنا على فكرة، مضمونه. فلوس مضمونة. بس هي زي ما حضرتك بتقول الاولويات، لما بيجي اي فلوس للنادي بيبقى ايه ليها كذا هو أحمد مخارج يعني. أنتوا بالنسبة لكم، أنت مخلص إيه؟ انا تجاره. أنت تجارة، أنت كرة الطايرة هي أكل عيشك هي الاساس اكيد قولا واحدا. اكيد يعني، حتى كان في اي فرص أنت تانية كتير. متجوز يا أحمد؟ انا متجوز متجوز عندك وعندي أطفال؟ عندي ولد وبنت، يعني كرة الطايرة هي هي الاساس اللي بتصرف بيها على بيتك، اكيد. هي مش اي بتشتغل حتى حاجة تانية لا يعني ما ينفعش ان انت تبقى مثلا شغال ورياضة؟ التوفيق هيبقى صعب صح. بالظبط، عشان هيبقى في شغل الصبح ومجهود بالليل، ففي حاجه هتيجي على حاجه.